السلام عليكم. ففي اطار المسلسل الوطني الذي يخرجه مع جميع المعاهد ديال المسافرين على الصعيد الوطني، فانه يعني دفعنا طلبات الى نائب ممكن البرلماني لان مستقبلنا لكي يعني يتناول الطلب ديالنا، لان المشكله ان ديال الوزاره كتستعمل معنا سياسه الاعلان الصماء، خرجنا الشريع الى مرغوب، لذلك يعني ارضينا بانه الحل ديال انه نضغطوا عليهم عن طريق البرلمانيين ممكن يكون حل. فعلا استقبلنا السيد نواري نائب البرلماني في المقر ديال الحزب ديالو، قمنا بواحد الاجتماع شرحنا له الاشكاليه ديالنا، فاكتشفنا بان هو ديجا كان عنده علم بالمشكل، فليستقبل التنسيقيه المحليه في سنه 2012 صفت اسئله كتابيه للوزاره الارضيه، ولكن ما كانش اجوبه، صفت اسئله كتابيه للحكومه ولكن ما كانش اجوبه، وعدنا بانه غادي يقوم بتجديد هذه الاسئله الكتابيه. ضفنا ليه الملف المطلوب الجديد اللي ظهر بعد الفتاوين الاخيره اللي هو القانون الداخلي الذي قطع علينا الوزاره الداخليه والذي ياتي ببرد الشريفه، فانتهى الاجتماع معه. عندنا عاوتاني اجتماع اخر مع النائبه البرلمانيه امينه ماء العلي، استقبلتنا البارحه بمقر الحزب، شرحنا لها المشكل ديال الخصاصه، شرحنا لها التناقض القانوني او الخرق القانوني اللي قام به الوردي، تفهمت المشكل ديالنا، شرحنا لها عاوتاني المشكل ديال النظام الداخلي، عطينا الوثائق والمسائل ديالنا، ووعدتنا ان شاء الله بانه غادي تصيب سؤال اني للسي الوردي غادي تحضر لنا مع موعد. يا طالب كراش كراش.